ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم بلاك ماجدي، فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخبار جديدة مهمة جدا جدا تخص المغرب الغالي وصحراؤه الغالية علينا جميعا. خبرين على جريدة الشروق بيتكلموا يعني 8000 سطر بيتكلموا عن الصحراء المغربية، وتحس انه يعني ما عندهمش حاجة يتكلموا فيها غير دي. وهنقول في الاخر ايه وجه العجب، وجه الغرابة في انهم بيتكلموا عليها في مواقعهم الرسمية، وتناقضاتهم اللي دايما بيطلعوا بيها وبتبان جدا في تصريحاتهم الإعلامية. أولا عايز أشكركم على اهتمامكم وسؤالكم عليا امبارح لما عرفتوا إن أنا مريض، وعلى الفيسبوك كمان لما اختفيت يومين أسئلة كتير جدا، وناس بعتت لي وناس في التعليقات دخلوا كتبوا فينك يعني غبت يوم. المغاربة الحقيقة سألوا عليا، طبعا غبت يوم لظروف خاصة وبسبب كمان التعب اللي عندي. ف بجد ناس كتير جدا بعتوا مسجات وكتبوا تعليقات، وامبارح كله بيكتب الله يشفيك. فانا بشكركم فعلا، اللي كسب حب المغاربه كسب كل حاجه، وكسب فعلا ناس عندهم اصول ولاد اصول وبيقفوا جنبه في وقت الشده وبيسالوا عليه. لما انا اغيب يوم واحد وتسالوا عليا كلكم، فده معناه اني لو في وقت شده بجد هلاقي كل المغاربه موجودين في ظهري. فبشكركم جدا جدا. في البداية متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أهم حاجة اللايك عشان نوصل الحلقة على الأقل لألف لايكس، عشان ألف لايكس تقدر توصل للمغاربة بشكل أكبر. العنوانين اللي معانا أو الخبرين اللي معانا، هنقول الأول العنوانين وبعدين نقرأ خبر خبر ونتناقش فيه. طبعا الخبر الأولاني اللي معانا هو مهمة ديمستورا في الصحراء، طبعا هم كاتبين الغربية، في الصحراء المغربية وتعليق إسباني جديد. الخبر الثاني الصحراء المغربية، محاكمة لباريس والرباط تحت قبة البرلمان الفرنسي. طيب نقرأ الأول الخبر بتاع ديمستورا. الخبر بيقول ديمستورا يستعد لأول جولة له حول نزاع الصحراء الغربية. هو أولا الصحراء المغربية ما فيهاش نزاع، هو القصة كلها النزاع ده يعني إيه؟ يعني أنت عندك أرض وأنا عندي يعني في حتة أرض، وأنا وأنت بنتخانق عليها على مين اللي ياخدها، ده النزاع. لكن لما تكون أرض بتاعتي وأنت بتتدخل فيها فده مش نزاع. الأرض تحت السيادة المغربية، الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية 100%، والبوليساريو بتتدخل، بتحاول إنها تتدخل فيها بمساعدة من النظام الجزائري. فالعنوان أصلا غلط. أعلن ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وأنا مش عارف اسمه دوجاريك ولا دوجاري، أنا مش عارف، المهم يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، إن المبعوث الشخصي للصحراء المغربية، هم كاتبين الغربية، فكل مرة أقول لكم الصحراء المغربية اعرفوا إن هم كاتبين الغربية يعني في جريدة الشروق. إن المبعوث الشخصي للصحراء المغربية ستيفن ديمستورا يستعد لأول جولة في المنطقة من أجل إعادة بعض العملية السياسية، وهو على اتصال بطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو. مفيش طرفي نزاع، في واحد عنده سيادة على الأرض وهو المغرب، وفي متدخل في الأرض وهو البوليساريو. مهمة ديمستورا في الصحراء المغربية تعليق إسباني جديد. بصوا كاتبين قد ايه يا جماعه على الصحراء المغربيه، بصوا مرسخين مواقعهم يكتبوا على الصحراء المغربيه قد ايه. في 3 ديسمبر 2021 اكد وزير الخارجيه الاسباني خوسيه مانويل الفاريس ان بلاده التي لديها مسؤوليه تاريخيه حول نزاع الصحراء المغربيه ملتزمه بمساعده المبعوث الجديد ستيفن ديمستورا على اطلاق حوار بشان القضيه. وكتب وزير الخارجيه الاسباني على تويتر: التقيت ستيفن ديمستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية في إطار مؤتمر الحوار المتوسطي في روما، وأضاف: لقد هنأته على تعيينه وأبلغته بالتزام إسبانيا العضو في مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية بمساعدته على استئناف الحوار، بمساعدته على استئناف الحوار. طب قبل ما نكمل، مبدئيا إسبانيا الفترة الأخيرة دي بتعمل المستحيل عشان ترجع علاقتها تاني بالمغرب بشكل كبير، والمغرب اشترط على اسبانيا انه من اجل عودة العلاقات دي في شرطين. الشرط الاولاني هو انه اسبانيا يكون عندها موقف واضح تجاه الصحراء المغربية. الشرط الثاني هو استعادة سبتة ومليليا، واسبانيا في مؤشرات كتير جدا انها في اتجاه للموافقة على شروط المغرب عشان ترجع العلاقات تاني. الله اعلم هتوافق ولا لا، لكن في اتجاه. فالخبر ده يعني
انتوا فاكرين يعني هم فاكرين انه بتاع يعني ان اسبانيا هتدعم الموضوع من اجل الصحراء المغربيه من اجل البوليساريو، يعني ده غلط طبعا. هو الدعم كله هيتجه في اتجاه المغرب، لان هو المغرب صاحب الحق، والموضوع العالم كله خلاص معترف بالصحراء المغربيه الا الشرو، يعني الا الحكومه الجزائريه. طيب نكمل. مهمه ديمستورا في الصحراء المغربيه دبلوماسيه امريكيه تعلق. ويوم 9 نوفمبر 2021 أكدت ليندا توماس الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة الخميس ثقة بلادها في قدرة ستيفن ديمستورا المبعوث الأمم الجديد إلى الصحراء المغربية في دفع المسار السياسي من أجل حل دائم للنزاع. برضو تاني مفيش نزاع. وهذا ما دار بين ديمستورا وممثل البوليساريو في أول لقاء. ويوم 6 نوفمبر 2021 التقى ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة لأول مرة بنيويورك بالمبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية ديمستور. وقال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي عمار في تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر أنه أطلع خلال اللقاء ديمستور على موقف جبهة البوليساريو بشأن آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء المغربية. آخر حاجة أقولها لكم، يعني هما كاتبين 8000 مليون تايتل و8000 مليون سطر عن الصحراء المغربية، مرسخين مواقعهم للحديث عن الصحراء المغربية، وفي الآخر يقول لك إحنا مالناش دعوة بالصحراء المغربية، إحنا ما بندعمش حد، أنا مالي يا ولا. هما كده. تعيين ديمستورا تغريدة للسفارة الأمريكية بالمغرب تحدث طوارئ. خلفت تغريدة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب حول تعيين ستيفن ديمستورا مبعوثا إلى الصحراء المغربية طوارئ. بصوا بقى الطوارئ فين؟ وسط ما يسمى ذباب المخزن المغربي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن جددت عدم تغير موقف واشنطن من النزاع، وكشفت وهم نهاية القضية التي كانت السلطات في الرباط تبيعه لمواطنيه. وكانت تغريدة السفارة عبارة عن ترجمة لأخرى نشرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرحب فيها بتعيين ديمستورا من قبل أنطونيو جوتريتش مبعوثا جديدا خلفا لهورست كولر الذي استقال عام 2019. ورغم أن التغريدة لم تحمل جديدا حول ما قاله بلينكن، إلا أن رمزية نشرها من قبل سفارة واشنطن بالرباط جعلها تحمل طابعاً خاصاً، بحكم أن النظام المغربي ووسائل الإعلام المحسوبة عليه كانت تبيع طيلة شهور وهم نهاية قضية اسمها الصحراء المغربية بعد تغريدة دونالد ترامب. وتم تكليف ما يسمى ذباب المخزن، وهو جيش إلكتروني جندته المخابرات المغربية للدفاع عن طرح النظام ومهاجمة معارضيه، للترويج لهذا الطرح عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وبيع نصر وهمي للمواطنين المغاربة طيلة أشهر. لكن هذا الذباب ومعه المواطنون استفاقوا بعد هذه التغريدة على سراب النصر، وانعكس ذلك من خلال تعليقات على تغريدة السفارة الأمريكية تتهم النظام المغربي بتحريف الحقائق وبيعهم وهم نهاية القضية. طيب في حاجة تانية كانوا يعني هم كاتبينها، دي أقدم شوية، كاتبين إنه على لسان البوليساريو، والبوليساريو بيقول إن الترحيب الأمريكي بتعيين ديمستورا دليل اهتمام بمسار السلام. بصوا يا جماعة، يعني هقرا لكم برضو. أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة محمد عمر أن ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين ستيفن ديمستورا كمبعوث جديد في الصحراء المغربية دليل على الاهتمام الذي توليه الإدارة الأمريكية الجديدة بمسار السلام في الصحراء المغربية. وقال محمد عمر الخميس في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى إن هذا التعيين يأتي في وقت خاص يتعلق بتطورات القضية الصحراوية، خاصة بعد نسف الاحتلال المغربي لقرار وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر من العام الماضي. وبالتالي هذا هو الوضع الذي من المنتظر أن يتعاطى معه المبعوث الأممي الجديد. من المنتظر أن يتعاطى يتعاطف مثلا ولا مش فاهم.
ما بيكتبوا ساعات، في واحد اهبل بيقعد يكتب: كما ابرز المسؤول الصحراوي ان مفاتيح حل قضيه الصحراء المغربيه تكمن في دور مجلس الامن. فبصوا يا جماعه، عشان القصه ايه تكون واضحه كده ونعلق عليها وبعدين ندخل على الخبر التاني. انت زحليقه اللي كاتب المقال ده، ويا زحليقه اللي بتأيده، ويا خروف ياللي سمع الكلام ده كله ومصدقه وماشي وراه بتقول الذباب ومش الذباب وامريكا والوهم ومش الوهم وباعوا الانتصار ومش باعوا الانتصار والكلام الاهبل ده. يا ابني يا ابن الناس، شغل دماغك وفكر. اول حاجه، اول حاجه خالص في الاول، الحكومه الجزائريه والتصريحات بتاعت الاعلام الجزائري دايما بتقول لك انه احنا مالناش دعوه بالصحراء ودي مش قصتنا واحنا ما بندعمش البوليساريو وده النزاع بين المغرب والبوليساريو. طب انت مالك دلوقتي؟ ليه مخلي صفحات في الجرايد بتاعتك بتكتب عن الصحراء المغربيه اكتر مما بتكتب على مشاكل الجزائر؟ ادخل على موقع الشروق هتلاقي الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه طول الوقت طول الوقت. فشيء في منتهى الغرابه، انت بتقول انك مالكش علاقه بالقضيه بتاعت الصحراء وانت مدخل نفسك فيها وبتتكلم عليها ليل نهار. الولايات المتحدة ما باعتش الوهم للمغرب، ولا السلطات المغربية باعت الوهم للشعب، ولا الكلام ده خالص. العالم كله معترف يا جماعة بمغربية الصحراء. إيه؟ طب الولايات المتحدة ليه بتعمل تدريبات عسكرية مع المغرب؟ طب الولايات المتحدة ليه بقت حليف كبير جدا مع المغرب؟ طب الولايات المتحدة ليه تصريحاتها كلها في صف المملكة المغربية؟ طب المغرب ليه بيصدر لبريطانيا وهيصدر لبريطانيا أكبر تصدير طاقة في التاريخ وفي العالم؟ إزاي؟ ليه كل ده ليه؟ كل ده والمغرب وامريكا بتبيع الوهم للمغرب؟ يعني مش قادر افهم. طيب هل الولايات المتحده الامريكيه حليف للبوليساريو؟ لا. هل الولايات المتحده الامريكيه معترفه بدوله البوليساريو؟ لا. هل الولايات المتحده الامريكيه حليف للجزائر؟ لا. بدليل انه الجزائر بتستعين بروسيا من اجل التعاقد على اسلحه. بدليل انه التدريبات العسكريه كلها اللي بتتعمل في المناورات الامريكيه مع المغرب. انت جبت منين انه امريكا بتضحك على ويا عم هقول لك على حاجه بسيطه جدا. هنفترض، انا معاك اهو، هنفترض ان امريكا فعلا فعلا بتخدع المغرب وبتماطل. انا معاك، انا معاك، همشي معاك. امريكا بتماطل المغرب وبتلعب على الحبلين اوكي، مش غريبه، ممكن تحصل عادي جدا. تمام. طيب اذا ده حصل، هل هيتغير موقف الصحراء المغربيه؟ ابدا ولا هيتغير. موقف الصحراء المغربيه ثابت. العالم كله معترف بمغربية الصحراء، ومش محتاجين العالم كله يعترف بيها. خريطة الوطن العربي بتتحط دلوقتي خريطة المغرب كاملة. أي بطولة عالمية بتحط فيها خريطة المغرب كاملة. أي قناة إخبارية بما فيهم قناة الشروق والنهار الجزائريين بيحطوا خريطة المغرب كاملة. عايز إيه تاني طيب؟ عايز اعتراف أكتر من كده؟ يا عم عن حد ما قال. يا عم لو أمريكا ما قالتش. عادي. إحنا بنقول كلنا يا عم. بس. والواقع بيقول لك الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالهري اللي أنت عمال تهريه والكلام، الأخبار اللي أنت عمال تهري فيها دي، وتعيين دمستورة ولا مش تعيين دمستورة، ولا تعيين زحلقوني ولا أي حاجة، كل ولا تعيين أنيسة كيت يا بتاع أنيسة كيت، كل ده ملوش أي لازمة خالص، ولا هيعمل فرق ولا هيعمل حاجة. تمام. اللي خرق حظر إطلاق النار كان بسبب إنه في ناس من البوليساريو بيقربوا ناحيه الحدود اللي ممنوع يقربوا لها، وده يا باشا مفيهوش هزار. الجيش المغربي مش هيهزر معاك، انت تروح تقرب للحدود هيهزر معاك. وانت لو قربت من اماكن امريكيه وحاولت انك تقرب منها، الجيش هيطبطب عليك؟ لا، هيديك على دماغك مش هتشوف. قربت من اماكن مصريه، الجيش المصري هيطبطب عليك؟ لا، هيديك في دماغك. فهي دي القصه كلها. فمتعوده دايما تتكلم على الصحراء وبس، ما عندهمش حاجه في موقع خالتي الشروق ده، موقع خالتي الشروق، غير الكلام عن الصحراء المغربية، مفيش حاجة تانية بيتكلموا فيها. بصوا الخبر التاني هنقراه مع بعض برضو بسرعة. عنوان الخبر بيقول: الصحراء المغربية محاكمة. بصوا هو العنوان ده من يكتب لك ايه؟ الصحراء المغربية ونقطتين، يعني ده موضوعنا النهاردة. يعني الصحراء المغربية ما عندهمش غيره، محاكمة لباريس والرباط تحت قبة البرلمان الفرنسي. تحول نقاش بالجمعية الوطنية الفرنسية الخميس حول تطورات الوضع في الصحراء المغربية، هو الأول من نوعه، إلى محاكمة سياسية للنظامين المغربي والفرنسي بشأن تحالفهما لدفن القضية. وشارك في هذا النقاش الذي دعت إليه كتلة يسارية رافضة لموقف باريس من النزاع ودعمها للنظام المغربي ممثل البوليساريو في أوروبا، بوبي بشراية بشير،
الذي أكد أن فرنسا تعد أكبر مشجع للنظام المغربي المتمرد على القانون الدولي ورفض الذهاب نحو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك؟ شوف أنت مال أهلك؟ أنت مال اللي جابك؟ وقال أبي بشراية البشير في معرض كلمته أن فرنسا لم تكتفي فقط بالتخلي عن التزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي، ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للاحتلال المغربي في تحدي الشرعية الدولية. وقد كانت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق بالأمر بالقضية الصحراوية. فعلى مستوى مجلس الأمن، يظيف المسؤول الصحراوي، ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لاستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وأوضح في السياق ذاته أن السياسة التي تتبناها الحكومة الفرنسية لم تعد سرا، بل أمر واضح، وقد تجلى ذلك في الخروج عن الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي دعا بصريح العبارة إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي التي تضم الصحراء المغربية، هم كاتبين الصحراء الغربية المحتلة. من جهته، قال ممثل كتلة اليسار في تدخله إلى أن باريس تغطي على نهب متواصل لثروات الشعب الصحراوي من قبل النظام المغربي، رغم أن الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد له، والذي له الحق في التصرف في ذلك، فضلا عن الصمت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المواقف المحتلة. من جانبها، الناشطة الفرنسية كلود مونجان تطرقت في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفظاعة الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، خاصة ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديمي زيك وحملات الاعتقالات التي تلت ذلك الهجوم. طبعا انتوا عارفين قصة أكديمي زيك دي وعارفين اللي حصل فيها، هم شايفين ان دي المغرب هو اللي ظالم فيها. تخيلوا أكديمي زيك دي، انا شفتها اتقهرت، لانه اصلا الاعتداء كان على المغرب، على المغاربة جنود. مهم يعني. واضافت كلود مونجان ان سياسة الانتقام كانت العنوان الابرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم. على سبيل المثال، منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أصفاري في سجن القنيطرة، وذلك انتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها واحتجازه بشكل صوري. وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الاتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو، بصوا يا جماعة يعني خلاص احنا كده قرينا المهم في الخبر، شوفوا التزوير الحقيقي بقى، انه اكاديمي زيكتا هم شايفين ان القصة دي كانت المغرب هو اللي ظالم فيها. يعني انا عرفت القصه دي قريب بتاعت اكاديمي زيك، المغرب هو اللي ظالم فيها. ده انتوا ما عندكوش دم، اقسم بالله اللي كاتب المقدمه ما عندوش دم. خليكم لطشوا يمين وشمال، اقعدوا بقى اتكلموا اصل فرنسا مش عارف ايه، اصل قوات الاحتلال المغربي، اصل فرنسا بتعمل مش عارف بتتدخل وبتمنع ايه، خليكم كده. والحقيقه انه الصحافه الجزائريه والاعلام الجزائري تحس انه زي ما قلت لكم التناقض في حته، احنا مالناش دعوه بالبوليساريو بس احنا بندافع عن البوليساريو، احنا مالناش دعوه بالصحراء المغربيه بس احنا كل يوم هنتدخل فيها ونكتب اخبار عليها، احنا هننتقد انه فرنسا بتساعد او ما فرنسا بتؤيد الصحراء المغربيه، احنا هننتقد انه امريكا بتؤيد الصحراء المغربيه، اي دوله هتؤيد الصحراء المغربيه هننتقدها ليه؟ وفي الاخر تقول لي مالناش دعوه. فقمه التناقض، وعاملين زي هقول لكم على حاجه، الاعلام بتاع الجزائري وبالذات جريده الشروق دي عامله زي الرقاصه، الرقاصه بتهز وسطها شويه يمين وشويه شمال، فلما بتهز يمين بتقول لك حاجه، يعني بتهز يمين ده اليمين وبتهز شمال، فهم يهزوا يمين يقولوا احنا مالناش دعوه بالبوليساريو، يهزوا شمال يقولوا البوليساريو دي احنا لازم ندعمها، يهزوا يمين يقولوا احنا مالناش دعوه بالصحراء المغربيه، يهزوا شمال يقولوا قوات الاحتلال المغربي، يهزوا يمين يقولوا حق تقرير المصير للصحراويين، يهزوا شمال تقول لهم حق القبائل يقول لك مالناش دعوه. رقاصه، صحيفه الرقاصين، تفضل ترقص يمين وشمال، تهز وسطها يمين وشمال، تفضل ترقص شطح رقاص. فالموضوع كله
الخبرين اللي قريتهم دول بالنسبة لي قمة التدخل في شؤون الغير، قمة الاستفزاز، قمة الحاجات اللي تخليك تقعد تقرا المقالات وتشتم وما تسكتش. بيصفونا كلنا بالذباب المخزني، وهم اصلا اللي ذباب الكتروني وعندهم ذباب، بيدخلوا يشتموا اي حد بيدافع عن المغرب، بيدخلوا يشتموا اي حد بيمدح في المغرب. الاعلام ده بتاع الشروق الجزائريه والنهار الجزائريه. واما نشوف بقى احنا بقى هنا، دي اللقطه الاخيره اللي عايز اقول لكم في الفيديو ده، اما نشوف بقى الاعلام الجزائري والسلطات الجزائريه وسلطات البوليساريو هيعملوا ايه مع فرنسا اللي مش عاجباهم. مش هم عاجبهم، مش عاجبهم الاداء الفرنسي، مش عاجبهم، وشايفين ان فرنسا بتأيد مغربية الصحراء وان ده يعني وبتأيد ممارسات المغرب، صح؟ طيب، اولا اللي عليه جرائم تعذيبه هو بن بطوش اللي دخلتوه اسبانيا باسم مزور، فاكرينه؟ هو ده اللي عليه جرائم تعذيب، مش المغاربه اللي عليهم جرائم تعذيب، مش هم اللي عاملين جرائم التعذيب وجرائم الحرب، لا، بن بطوش اللي انتوا هربتوه ودخلتوه وقلتوا ده عيان ودخلتوه اسبانيا. ما علينا من كل ده، لما نشوف. طب اوكي، انتوا مش عاجبكم اداء فرنسا، صح؟ طيب خدوا رد فعل. فاكرين الفيلم القصير اللي انا عملته بتاع فرنسا لما كان ماكرون بيتكلم مع الجزائر ومع الحكومه الجزائريه وهم بيردوا على المغرب؟ طيب ورونا الصحافه، انا عايز الصحافه دي الشروق دي تورينا كده اليومين الجايين دول الاخبار انه في رد فعل اتجاه فرنسا. اوكي، انا مستني ده، واعتقد انتوا كلكم مستنيين ده، لانه بلح ولا حاجه، والرقاصه هتقعد تهز وسطها يمين وشمال يمين وشمال. وده كان اخر حاجه معانا في الفيديو ده، مستني تعليقاتكم على كل اللي احنا قلناه في التعليقات، هقرا تعليقاتكم كلها ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا للي فضل معايا لاخر الفيديو، انا عارف ان هو طويل، والسلام عليكم.